تفضل. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. أنا كنت جاية عشان أعتذر لك على حصل امبارح. لا، هو أنا اللي المفروض أعتذر عن اللي حصل امبارح يعني، وأقول لك أنا آسف، آسف إن أنا اتصرفت من دماغي من غير ما أرجع لك، وآسف إن حطيتك في الموقف ده، بس والله كان بحسن النية مش أكتر، وما كنتش فاهم أي حاجة. أنا فاهمة وعارفة كويس، أنا عشان كده جاية أتكلم معاك في الموضوع. أنا واخدة قرار إن أنا مش هرتبط ومش هتجوز ومش هسيب أمي أبدا. ليه؟ من سنتين تقريبا أنا كنت مخطوبة. انت كنت مخطوبة؟ دي حاجة أنا أول مرة أعرفها. مش ده موضوعنا. المهم وأنا خارجة مع خطيبي رحنا السينما، يعني ماما تعبت في البيت ووقعت وكانت بتعاني من أزمة قلبية، ولما رجعت البيت لقيتها مرمية على الأرض. أنا مش بحكي لك الموضوع ده علشان أحكي لك حالة مامتي، أنا بحكي لك الموضوع ده علشان أفهمك أنا ليه رفضي لطلبك. ايوه، بس انت ممكن تحبي وترتبطي وتتجوزي وفي نفس الوقت تاخدي بالك من مامتك برضو يعني. كل الاقتراحات اللي انت بتفكر فيها او ممكن تفكر فيها انا عارفاها كويس قوي، وزي ما انا عارفاها عارفه امي كمان كويس قوي. هي ما ينفعش معاها الحاجات دي خالص. انا اسفه قوي يا وائل. تمام يا دكتور مالك، انا مقدر ومتفهم فكره حبك لمامتك وخوفك عليها، كل ده كلام جميل جدا، بس في نفس الوقت في حلول، أكيد حلول تخليكي توزني بين خوفك عليها وبين إنك تفتحي مشاعرك لحد بيحاول يقرب منك. أنت بني آدم كويس أوي، وأكيد في يوم من الأيام هتلاقي بنت أحسن مني بكتير. أنا بس حبيت أجي أوضح لك الموضوع ده عشان افهمك وجهة نظري. بس برضو عشان ابقى صريح معاك اكتر، انا مش هيأس. اتفضل. صباح الخير يا دكاترة. دكتورة مالك، حضرتك طلبتيني وعديت على حضرتك في مكتبك، قالوا لي ان حضرتك هنا عند الدكتور وائل، تحت امرك. انت مشيت امبارح ساعتين بدري ليه؟ ما انا استأذنت من الدكتور. انا ماليش دعوة انت استأذنت من مين، ومش عايزه اسمع اي مبررات. الساعتين اللي انت مشيتهم بدري دول قدامهم يومين خصم من مرتبك. لا اله الا الله، ليه كده بس يا دكتوره؟ انا بقول لحضرتك انا استاذنت من الدكتور محمود، والدكتور محمود ماليش دعوه، انا مش عايزه اي مبررات. يلا اتفضل. هو انت ليه بتعامليه بالطريقه دي؟ مستغربك، مش في الطبيعي بتاعك تعاملي الناس بالشكل ده. عشان شك انه بيعمل مصايب هنا جوه المصحه، او شبه متاكده، بس لسه مش معايا دليل. مصايب ايه؟ اول ما يبقى معايا حاجه ماسكاها في ايدي هقولها لك على طول. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.